بلادك في بلاد يا وهرا في بلاد الهنزة يا الهنزة يا الهنزة يا واحد منا والاخر من الهي. يعني هو الاغاني من نوع الاغاني هي عباره كبدايه انك تختار يعني كون كستايل من اول ما تبدا، يعني تكون يعني معجب او ما عندك ميول فني لستايل انت اصلا يعني عارف يعني اصلا تربيت عليه او كانت ليك بدايه، وبعدين يحصل تفرعات يعني يعني تتفرع الموسيقى يعني ما هيش موسيقى مربوطه يعني في ستايل واحد. لا موسيقى انت ليه غيرت؟ لا انا ما غيرتش، انا حبيت اعمل فيجن اللي هي الفيزيون ميوزيكال، يعني الفيزيون يعني بخلق اللي انا تعلمته ومع مع يعني مع الموسيقى الجديده ومع النمط اللي قاعد مع التجديد اللي قاعد يحصل في سواء كان على الذوق العام او الذوق الشخصي. اما ما يمنعش اللي كونه يعني نبقى انا كأنيس محافظ على اللي تعلمته سواء كان من اغاني الاساميه او غير او يعني نغني الاغاني الكل يعني كاوريونتال كغربي كافريقي انت يا بنيه يا بنيه يا بنيه ايش بقاوي الساك تتسع بالبي وذراع الجهري كيف البوبيه وش معي لتعدى انا راه تدي لا 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 المعروف على تونس يعني من اول بدايات يعني من عهد البيات ومن عهد الاستعمار الفرنسي انها ما عندها توجيه يعني توجيه موسيقي كامل. الناس هذوما يعني عندهم نظره سواء كانت يعني نظره اجتماعيه او بوليتيك يعني او سياسيه مغايره للنظام ومغايره للناس اللي تعمل في الموسيقى اصلا. فما ناس حاولت تبدل قبل الريفولوسيون يعني قبل الثوره تعرضت يعني لمشاكل كثيره برشا يعني منها يعني الاعتقالات ومنها يعني الطرد ومنها يعني الحجب اعلامي وحجب ثقافي، يعني الفنان اصبح ممنوع انه حتى يعني يلاقي حتى دعم سواء كان معنى او كان مادي او كان حتى ثقافي. بعدها يعني تقلبت المفاهيم، يعني بعد الثوره تقلبت المفاهيم، يعني بعدها صار نوع من التمرد فني قبله منه سياسي. انا حسب ما قاعد نشوف يعني اللي عمل الثوره هو طبقه الاندر جراوند، يعني بحيث لكونه كانت يعني كانت الانظمه السابقه ولا كان الرئيس السابق او يعني النظام اللي كان يعني من ماشي به كان يعني يضم ناس فئه يعني فنانين معينين اعلاميين معينين اللي يوريوا صوره البلاد مش كما احنا نحبوا نشوف يعني مش كما احنا نحبوها. من غادي يعني بدات التمرد، لقينا يعني ما لقيناش تجاوب، يعني لقينا يعني تصدي كبير من اللي قاعدين نعملوا فيه. الحمد لله عرفت كيف يعني في حتى بعد الثوره في يعني ازمه كبيره اللي هي يعني الناس يعني الحق ما رجعش كامل اللي كونه قال لي تو انا حاليا يعني قاعد نشوف الراب يعني فن الراب بركه هو اللي قاعد وصل في تونس. علاش؟ خاطر الاعلام يعني هو اللي اعطى يعني بروباغندا كبيره وبهرج كبير للفن هذا. بالعكس لانه فما يعني فما برشا فنون ومعاصره يعني تشبه للراب ما لقاتش حظها. ان شاء الله يعني عنا استراتيجيات اخرى يعني احنا قاعدين نخدموا اللي كانوا يعني مش مبينوا اللي كانوا يعني يعني فما فنون اخرى تستاهل اللي كانوا هي يعني تهدي يعني الناس باش تهتم بها وباش تسمعها، اللي كانت يعني اللي هي تحكي على الاندر جراوند والناس ومعاناه الناس وزي كانت اجتماعيه ولا سياسيه.